هذا البرنامج برعاية ليبتون الجديد بمذاق غني وسلس يحسن مزاجك. الآن مع خلاصة الشاي الطبيعية التي تضاف ثانية إلى مزيج الشاي. شاي ليبتون العلامة الصفراء، أفضل مذاق يحسن مزاجك. سيرين فاضل دقيقة على الستارة. برمي سلامي على أصحابي واحد واحد بالدور، وبهدي وريح أعصابي في حاجة ما بيننا بيور. مهما أبقى أنا متصربعة لازم أعدي على تلات أربعة كركعة شرط وأربعة، أنا كده هوصل وأطلع للنور. الفاكهة اشربها بيور. الشامبو والسشوار ومعالجات الشعر العادية بتسحب الترطيب الأساسي من الشعر وتسيبه جاف ومقصف. زيت دابر أملا جولد فيه تغذية الأملة اللي بتعيد للشعر التغذية وتصلحه وتقويه. اللوز والحنة بيغذوا الشعر ويخلوا لامع وقوي. زيت دابر أملا جولد للتغذية المكثفة للشعر، لشعر طويل قوي ناعم وجميل. الفاكهة اشربها بيور. 1400 سي سي توربو بقوة 160 حصان. تخيل أسوأ سيناريو، أسوأ من كده، أسوأ كمان كده. إيرباكس، لا أكتر، 10 إيرباكس واديها فرامل ذكية. جربها، جربها تاني. فيها كاميرا خلفية ونظام الإنذار بلايند سبوت، وبكده تختار عربية لعالم مليء بالمخاطر. كل ده وأكتر في دوتش دارت الجديدة، الأمن، الأحدث والأعلى تقنية. دوتش دارت. الفاكهة اشربها بيور. هذا البرنامج برعاية مساء الخير، بنرحب بكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من هنا العاصمة، حلقة يوم السبت 17 أغسطس 2013. هنتابع وهنواصل مع حضراتكم تغطية أهم الأحداث، أهم الأخبار على أرض مصرنا الحبيبة، مصرنا الأبية العفية البهية العاصية على أي فاشية، فاشية ومتاجرة بالدين، متاجرة بالدماء التي تسيل وتتوجه مزيد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين لمزيد من الدماء، لمزيد من المتاجرة بهذه الدماء. خلال الأيام اللي فاتت وحتى اليوم كانت هناك الكثير من الأحداث، دماء كثيرة سالت، ضحايا كثير وقعوا نتيجة لعنف ونتيجة لمحاولة لابتزاز الوطن وأخذه كرهينة. الوطن والمواطنين رهينة في إيد جماعة فاشية متاجرة باسم الدين وباسم وبدماء الشهداء والضحايا لتحقيق المكاسب وتحقيق المشروع الذي يعد مؤامرة على كل ما هو وطني وعلى كل فكرة بنؤمن بها في مصر. الحقيقة خلال الأيام اللي فاتت زي ما أكدنا عدد كبير جدا من الضحايا وقعوا، مصابين وشهداء وضحايا أبرياء، كثير من الدماء سالت. مهم جدا أن احنا نتعامل مع كل هذه الأمور بشكل إيجابي. الحقيقة
عارفة ان احنا عشنا سنة سودة عانينا فيها بمرارة شديدة من ظروف صعبة جدا ومن تعذيب ومن قتل ومن محاولة للضرب بعرض الحائط بكل اللي الشعب المصري خرج ليه في 25 يناير، ومحاولة ايضا لضرب بعرض الحائط كل ما خرجنا ليه في 30 يونيو وفي 3 يوليو وفي 26 يوليو. وبالتالي خلونا نبعد عن موضوع الشماتة، خلونا نبعد عن موضوع الفرحة في بعض من الشهداء اللي بيقعوا أو من بعض الضحايا اللي بيقعوا لجماعة الإخوان المسلمين، وخلونا نتذكر هذه المقولة. الحقيقة عجبتني جدا وكانت من خلال جرافيتي كتبوا بعض من الشباب على الحوائط: احذر في مواجهة الوحوش ألا تصبح واحدا منهم. احنا مش عايزين نصبح كلنا وحوش، مش عايزين نقتر كلنا لنصبح مجموعة من الوحوش، لأننا وقفنا قدام مجموعة من الوحوش. مش عايزين نشمت في هذه المجموعة اللي مقبوض عليها واللي خرجت بشكل آمن من مسجد الفتح، مش عايزين نتجمع للاعتداء عليهم. خلونا نلجأ لحلمنا، دولة القانون، لسيادة القانون. احنا هنقدر نحاسب كل من أجرم بحق هذا الوطن، كل من تورط في حرق منشأة، في حرق كنيسة، في حرق جامع، في إزهاق روح مواطن، في إصابة مواطنين، في الاعتداء على ممتلكاتهم ومنشآتهم الخاصة كانت أو العامة، كله من خلال القانون، مش من خلال الشماتة، مش من خلال الضرب، مش من خلال الاعتداء عليهم. احنا هنسلمهم للسلطات والسلطات هتنفذ القانون. الأمر ده كان واضح بشكل كبير جدا النهاردة من خلال الكلمة المهمة جدا، بيان مؤسسة الرئاسة من خلال المؤتمر الصحفي العالمي اللي أجري في مؤسسة الرئاسة وفي مبنى الاتحادية من خلال دكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. الحقيقة الكلمة كانت كاشفة وموضحة، حملت الكثير من الحقائق، حملت أيضا الكثير من الرسائل لدول مختلفة، وتأكيد على تماسك الشعب المصري ووحدة الشعب المصري، وتأكيده وتصميمه على تنفيذ ما خرج من أجله في 25 يناير، في 30 يونيو، في 3 يوليو، من خلال طريق خريطة الطريق، خريطة الأمل إن شاء الله، وأيضا من خلال 26 يوليو لما خرجت الشعب المصري كله ومعظم الشعب المصري خرجوا ليفوضوا الحكومة المصرية، الجيش المصري، الإدارة المصرية لحماية البلاد ولتنفيذ خارطة الطريق. النهاردة الصورة كانت طوال الوقت على ومن منذ الصباح الباكر على مسجد الفتح، مسجد الفتح، ومنذ مساء الأمس تجمع فيه عدد كبير من جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها وبعض من قيادات حزب الحرية والعدالة وبعض من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. والحقيقة خلونا نوضح، وبعض من تم اكتذابهم بشكل أو بآخر للتعاطف من خلال الدم، هنا كان في تجارة كبيرة جدا بالدم، وبالتالي كان في بعض من المتعاطفين، بعض من كانوا ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد إدارتها لأمور البلاد من خلال ممثلها في مؤسسة الرئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، كانوا ضدها على طول الخط وطول الطريق، ويمكن بعضهم كان جزء من الجماعة واستقال أو أقيل، ولكن تعاطفوا مع الدم اللي سال. بعضهم كان موجود النهاردة داخل جامع الفتح، ولكن شفنا مشهد غريب جدا، ولأول مرة من الممكن أن تستخدم مأذنة، يستخدم جامع لإطلاق النيران، كان بيحصل ده وللأسف شديد النهاردة، ويمكن شفناه بشكل واضح على كل الشاشات وعلى كل الفضائيات. عندنا المشهد من خلال مأذنة جامع الفتح في رمسيس بيطلق الرصاص من خلال دور العبادة، من خلال بيوت الله سبحانه وتعالى يطلق الرصاص لإزهاق الأرواح. هذا الرصاص موجه للمصريين، لصدور المصريين الأبرياء ولصدور رجال الجيش ورجال الشرطة اللي بيحاولوا ان هم يحموا البلد من خطر الإرهابيين وقوى الظلام اللي بتحاول ان احنا ننطلق لمنحدر سوريا. للأسف الشديد شفنا بالأمس بعض من قبض عليهم وتم ضبطهم من جنسيات مختلفة، شفنا للأسف بعض من الأخوة السوريين، بعض من الأخوة الفلسطينيين، شفنا أيضا شيخ باكستاني، رجل مسن باكستاني كل هدفه ولما جه انه هو يدافع عن الإسلام. صورت جماعة الإخوان المسلمين الأمر وكأنه حرب على الإسلام، وكأنه حرب ضد الدين، وكأنه رغبة المصريين أن هم يبعدوا قوة الفاشية اللي ميزت بين المصريين، اللي قتلت كتير من المصريين واللي عذبت المصريين واللي كانت واخدانا لطريق أسود، كأنهم
بخروجهم ضد هذه القوى ضد الإسلام، وكأنه الإسلام هو جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة. شفنا هذا المشهد، ولكن كانت هناك الكثير من الردود على وسائل إعلام مختلفة منحازة بشكل واضح منذ اليوم الأول، والحقيقة والتي تتغاضى عن حقائق وتتغاضى عن صور موضحة وكاشفة للأمور، وبدأوا يقولوا أنه هذه المئذنة مش ممكن الدخول ليها من داخل المسجد، الناس محبوسين جوه المسجد، محاصرين جوه المسجد، إزاي ممكن يدخلوا؟ الدخول لهذه المئذنة هو بيكون من خارج المسجد. احنا هنحاول ان احنا نتعرف على حقيقة هذا الامر من خلال متابعتنا لأهم المستجدات وأهم الأمور على الأرض في مسجد الفتح. الحقيقة خلال اليوم شفنا صور مهمة وكاشفة لكثير من الأمور، شفنا مجموعة من السيدات، مجموعة من البنات، وهم خارجين خروج آمن بيحميهم رجال الجيش، خارجين قدامهم رجال أمن ورجال جيش في حمايتهم، وخارجين خروج آمن بيمنعوا المواطنين من اعتداء عليهم، من المساس بهم بأي شكل من الأشكال. وتجددت المناشدات طوال الوقت أنه يكون في خروج آمن وعدم اللجوء للعنف على الإطلاق. النهاردة كان في بيان مهم من وزارة الأوقاف، وحمل أيضا قرار وزارة الأوقاف تقرر إغلاق المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات عقب كل صلاة كي لا تستخدم في أغراض سياسية وللحفاظ على الأمن العام. معانا على التليفون دكتور صبري عبادة، وكيل أول وزارة الأوقاف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا القرار، يعني اللي جعل وزارة الأوقاف أن تتخذوا أن يتم إغلاق كل المساجد بعد كل صلاة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. أولا هذا القرار ليس جديد، لكن عشان بس ما يشتغلش ان احنا هنفيس المساجد وما الى ذلك، ولكن هو من نصوص قانون تنظيم العمل بوزارة الأوقاف ان يتم غلق المسجد بعد اداء صلاة الصلاة بنصف ساعة، وفتحه قبل الاذان بنصف ساعة حتى يتهيأ لاستقبال رواد المساجد. ولكن اما وان مصر الان تمر بظروف معينة، فسيتم تفعيل هذا القرار في تنبيه على الأئمة والدعاة وجميع العاملين بالمساجد وخصوصا القاهرة الكبرى في غلق المساجد بعد أداء الصلوات مباشرة بنصف ساعة، وانتهاء جميع رواد المسجد من أداء الصلاة حفاظا على أمن المسجد وهيبة المسجد واستقرار المسجد. حيتم التنبيه على العمال وعلى الأئمة بالتحقق من شخصية أي إنسان يتواجد بعد الصلاة، سواء كان من رواد المسجد المعروفين لدى بعضهم البعض أو من خارج الحي أو المكان بتاع المسجد، حيتم التحقق من شخصيته والوقوف حتى نساعد الشرطة والجيش في استقرار واستتباب الأمن. طيب إلى متى سيستمر هذا القرار يا فندم؟ هل هو لفترة محددة أم سيستمر لفترة طويلة؟ سيادتي، هو دي قانون تنظيم العمل بالمساجد على أرض مصر المحروسة، ولكن إحنا في وزارة الأوقاف باعتبار المسجد المكان الآمن والمطمئن بالنسبة لرواد المساجد، فإحنا كنا بنسيب العمل على راحة الرواد، ولكن أما وأن المساجد أصبحت مستغلة وأصبحت هدف لكل الخارجين عن القانون والمتمثلين في صورة الإسلام، حنفعل هذا القانون ونشدد ونضرب من يد من حديد على كل العاملين في وزارة الأوقاف لتفعيل هذا القانون، وإن المسجد هيبقى مؤسسة إدارية ومؤسسة عبادية ومؤسسة تعمر فيها الصلاة وإقامة الشعائر. حيتم تقنين الأمر تماما عشان تضبط الأمور، وإن المساجد مش تتخذ وكر لهؤلاء ولكل إنسان أيا كان انتمائه أو حزبه أو ما إلى ذلك، إن هو يصدر فكره سواء ليبرالي أو علماني أو إسلامي أو ما إلى ذلك.
ستكون المساجد في المرحلة القادمة تحت رئاسة الوزير الفاضل الدكتور محمد مختار جمعة للعبادة وللدعوة الوسطية من خلال مشيخة الأزهر وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر. طيب فضيلة الشيخ، يعني كان هناك الكثيرين من شيوخ الأزهر وبعض من المنتمين أيضا لوزارة الأوقاف يشكون من محاولات تمت على مدار العام من أخوانا للوزارة وأخوانا لكثير من المساجد وتعيين أئمة بعينهم والإطاحة بآخرين غير منتمين لفكر جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم تمت السيطرة على إدارة كثير من المساجد. كيف من الممكن أن تواجهوا يعني هذه المشكلة إن وجدت بالفعل؟ حاليا الدكتور الوزير وقيادة وزارة الأوقاف كلها عاكفة حاليا على دراسة هذا الملف بالتحديد للنظر في من تم استبعاده، هل تم استبعاده أو إقصاؤه أو الانتقام منه علشان هو مش تبع وزارة، مش تبع جامعة إخوان المسلمين والفكر المتطرف، ولا فعلا هو ليس كفء، وحيتم تقييم من استعين به في خلال الفترة لتولي المناصب أو تولي إمامة المساجد الكبرى لتقييمه تماما، وهل فكره فعلا فكر معتدل، وإن كان تم تعيينه أو تكليفه بالعمل على أثر إن هو تابع لإخوان وللتيار الإسلامي المشدد أم هو ذو كفاءة. كل واحد في المرحلة الحالية إن شاء الله سيأخذ حقه تماما الله. وبنقول للمصريين جميعا تكاتفوا من خلف هذه القيادة وعقارب الساعة لن تدور إلى الوراء في الدولة البولوسية أو الدكتاتورية الممثلة في النظام السابق أو في الدولة الدينية الممثلة في الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي المتشدد، ولكن مصر عادت لأبنائها، وأن مصر إسلامية منذ أن دخلها عمرو بن العاص وستظل هكذا تضم في جنباتها غير المسلم وكل إنسان يؤمن بإلهي أو بربه أينما كان، ستهيئ دور العبادة في كل مكان لكل إنسان، ولكن الشارع لكل المصريين، الأرض لكل المصريين، النيل لكل المصريين، الشمس التي ستشرق على مصر تدفئ كل المصريين دون تفرقة أو وسطية. طيب سؤال أخير فضيلة الشيخ، يعني وهناك ملف آخر وهي يعني الزوايا المتواجدة في كثير من الأحياء والقرى، يعني كثير من الزوايا، كثير من الجوامع الصغيرة أو المساجد الصغيرة يتم إنشائها تأسيسها ويكون لها أئمتها، وهناك حديث عن فوضى في الخطاب الذي يوجه من خلال هذه الزوايا، يعني كيف ستهتمون بهذا الملف، وهل هناك فكر لأن تصبح تابعة لوزارة الأوقاف، أن يكون هناك متابعة من يقوم بالخطابة في المصلين؟ إن شاء الله بإذن الله تنفيذي. أنا كنت مع الدكتور الوزير، ودكتور الوزير مصر إصرار كامل وعزيمة قوية إن محدش يعتلي منبر أو يصدر عنه فتوى أو كلمة دون مؤسسة الأزهر أو مؤسسة وزارة الأوقاف، وإن الزوايا اللي بنعتبرها كهوف لهؤلاء سيتم السيطرة عليها، وإن الجمعية الشرعية وأنصار السنة الوسطيين سيتضامنوا مع وزارة الأوقاف في وضع خطة شاملة لكل إنسان يعتلي منبر ويراقب تماما من خلال رواد المسجد، وإن الكلام المعسول أو السم في العسل سيظهر مرة تلو أخرى، وسيتم ملاحقته ومعالجته أولا بالحسنى ثم القانون ويد العدل أفضل من كل شيء. شكرا جزيلا دكتور صبري عبادة، وكيل أول وزارة الأوقاف، وهنحاول أن احنا نتعرف على المزيد من التفاصيل على الأرض في منطقة رمسيس وفي محيط مسجد الفتح، وهيكون معانا الزميل خالد جمال من هناك لحين إجراء الاتصال والتعرف على الأوضاع. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت اليوم السبت بيانا قالت فيه أنها رصدت مجموعة من الفيديوهات والصور للاعتداءات على الكنائس، وأوضحت أنها أعمال عنف بالمنيا فقط، يعني المنيا فقط وقع فيها اعتداءات على 20 مبنى كنسي في المنيا. أشارت الكنيسة إلى أنه الاعتداءات شملت حرق كنيسة الأمير تدرس بالمنيا بالكامل، حرق كنيسة الأنبا موسى الأسود بالمنيا بالكامل، محاولات حرق كنيسة مارمينا بالمنيا، حرق مبنى الخدمات التابع للكنيسة
الكنيسة، حرق ونهب جمعية جنود المسيح ملجأ البنين، وحرق ونهب وتكسير مدرسة الأقباط، حرق مدرسة راهبات القديس يوسف بالمنيا، استراحة الراهبات بها، حرق نادي الشبان المسيحيين بالمنيا، نادي الوادي، حرق منفذ بيع منتجات القوات المسلحة وصيدليات الأمير والجامعة، وحرق مطعم الأمير. بحسب هذا البيان، أضاف البيان إلى أنه الاعتداءات شملت أيضا حرق محال الأقباط بجوار كنيسة الأمير، وحرق الباخرة السياحية ميرميد، وحرق الباخرة السياحية الذهبية التابعة لها، حرق الكنيسة الإنجيلية بحي أبو هلال، وحرق الكنيسة الرسولية بحي أبو هلال أيضا، حرق محل أجابي بشارع الحسيني ومحلات الفادي للدهانات بحي أبو هلال، ومحاولات حرق وتدمير مدرسة الأباء اليسوعيين الجزويت، وحرق مكتب الاستعلامات السياحية بالمنيا. والحقيقة أنه تلقينا أيضا استغاثات عديدة من مواطنين، وتحديدا في مدينة ملاوي بالمنيا، بيؤكدوا فيها الاعتداء على كنيسة الأقباط الكاثوليك، وأنه بالفعل تم إحراق نصف الكنيسة، وبيقولوا أنه لولا ستر ربنا أنه أثناء الاعتداء تم كسر ماسورة مياه داخل الكنيسة فانفجرت، منعت بهذا الانفجار احتراق النصف الباقي من الكنيسة. لدينا أيضا استغاثات كثيرة من العاملين والعاملات بمدرسة الراعي الصالح بملاوي المنيا من تكرار محاولات الهجوم على هذه المدرسة. العاملين في هذه المدرسة بيؤكدوا أنه مجموعات لا تتعدى العشرات بيحوموا حول المدرسة وحول الكنيسة وحول بيوت العاملين، وفجأة مجرد بدء الهجوم بيبتدي مئات من الملثمين في القدوم للاشتراك في الهجوم، وبعد كده بيفاجئوا بعربيات نص نقل وربع نقل وثمن نقل، وبيحاولوا الاقتحام من خلال اقتحام البوابات الحديدية. الحقيقة ان هم استغاثوا بقوات الشرطة، استغاثوا بقوات الجيش، ولكن بيؤكدوا انه لم يكن هناك مجيب، اللهم فيما عدا طائرة حامت فوق المنطقة لدقائق معدودات، وفيما بعد لم يكن هناك أي أثر. وبالتالي إحنا بنناشد قوات الشرطة، قوات الجيش لحماية منطقة ملاوي، لحماية المنيا الحقيقة بكاملها، وتحديدا هذه الاستغاثات الواردة من العاملين في مدرسة الراعي الصالح وكنيسة الأقباط الكاثوليك. هنروح لمحيط مسجد الفتح برمسيس، ومعانا زميل خالد جمال. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا استاذه دينا. يعني خليني اقول لحضرتك، محيط مسجد الفتح الان نشهد حاله من الهدوء الحذر، وذلك عقب اخلاء قوات الامن المركزي من كافه انصار جماعه الاخوان المسلمين وكافه انصار الرئيس المعزول محمد مرسي. بالفعل المسجد الان خالي تماما من وجود اي معتصمين. فرضت قوات الامن بعد عمليه الاخلاء طوقا امنيا حول المسجد، قامت مدرعات القوات المسلحه في تمام الساعه 7 باغلاق شارع رمسيس وكافه الطرق المؤديه تنفيذا لقرار حظر التجوال. وتشهد الان المنطقه اخلاء من بعض المواطنين الذين تجمعوا على اثر عمليه الاخلاء، يعني بعد ان قاموا بشبه احتفاليه صغيره مرددين هتافات شرطه وشعب وجيش ايد واحده. طيب، يعني في التزام، انت ملاحظ التزام بحظر التجول دلوقتي الساعة 7:30، المفترض انه الحظر بدأ الساعة 7، يعني على قدر المستطاع يجري الان تنفيذ الحظر تماما، لان عمليه الاخلاء تمت بالفعل يعني في تمام الساعه 7 الا ربع تقريبا، يعني قبل موعد الحظر بربع ساعه، ولكن كافه المواطنين اللي كانوا متواجدين هنا اثناء عمليه الفض يعني يذهبون الى منازلهم، ويتم الان قوات الجيش باخلاء محيط مسجد الفتح تماما. بشكرك شكرا جزيلا زميل خالد جمال من ميدان رمسيس ومحيط مسجد الفتح برمسيس. طبعا خلال اليوم الحقيقة كان في تضارب في المعلومات، بعض المعلومات بتقول انه الحظر موجود زي ما هو، هيبتدي الساعة 7 مساء حتى 6 من صباح اليوم التالي، ولكن خرجت بعض المعلومات انه لا، تم تأخير الحظر ليبدأ الساعة 9 مساء. الحقيقة ان احنا ما عندناش تأكيد او نفي حتى الان لهذه المعلومة، ولكن الافضل لنا كلنا
انه نلتزم بالمعلومة الاساسية التي هي لدينا انه الساعة 7 مساء بيبتدي حظر التجوال. امبارح الحقيقة كان في التزام واضح جدا في شوارع مصر كلها بساعات حظر التجول، وكمان كان في تعامل حاسم وحازم مع بعض المخالفين وبعض الخارقين لحظر التجوال، وبالتالي الافضل لينا الحقيقة انه نلتزم بهذا الحظر. الحقيقة عندنا أكتر من بيان. امبارح كان في بيان مهم جدا للكنيسة القبطية، وبيان من بابا تاودروس بابا الأقباط في مصر، وأكد فيه على دعم الجيش المصري والشرطة المصرية في وجه العنف، وطالب وسائل الإعلام العالمية الالتزام بتقديم الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر بصدق وبعيدا عن كثير من المغالطات المنتشرة على كثير من الشاشات وكثير من صفحات الصحف العالمية وبعض من الصحف العربية. أكد هذا البيان للكنيسة القبطية تقدير موقف الدول المخلصة والصديقة التي تتفهم طبيعة مجريات الأمور وتستنكر وبشدة المغالطات الإعلامية التي تنتشر في الدول الغربية. أكد أيضا البيان أنه الكنيسة تتابع تطورات الأحداث المؤسفة على أرض بلادنا مصر، وتؤكد وقوفها القوي مع الشرطة المصرية والقوات المسلحة وسائر مؤسسات الشعب المصري في مواجهة جماعات العنف المسلح والإرهاب الأسود في الداخل والخارج، والاعتداءات على كيانات الدولة والكنائس الآمنة، وترويع المواطنين أقباطا ومسلمين وبما يتنافى مع الأديان والأخلاق والإنسانية. أكدت الكنيسة في البيان إن كانت يد الشر تقترب لتحرق وتدمر وتقتل، فإن يد الله أقرب لتحرس وتقوي وتبني، ونثق بالمعونة الإلهية التي ستعبر بشعبنا المصري هذه الأيام الحرجة من تاريخنا إلى غد أفضل ومستقبل مشرق يسوده العدل والسلام والديمقراطية التي يستحقها شعب وادي النيل الأصيل. عاشت مصر حرة أبية. الحقيقة يعني بيان مهم جدا، وأيضا من أهم الفقرات في هذا البيان نرفض تماما أي محاولات لجر البلاد نحو الفتنة الطائفية، ونعتبر كل تدخل أجنبي في الشأن الداخلي المصري مرفوضا جملة وتفصيلا. وهنا بيكون واضح جدا بالنسبة لنا الوطنية الحقيقية المصرية الحقيقية، الانتماء الحقيقي الأصيل للوطن. احنا معانا على الشاشة صورة ومشاهد حية للقبض على سعد عمارة اليوم، وطبعا ليس الآن، ومنذ ساعات تم القبض على سعد عمارة القيادي بحزب الحرية والعدالة، الدراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، عند تواجده داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس. عندنا كمان بيان صدر اليوم عن الهيئة الإنجليزية. يؤكد البيان تواصلنا مع مؤسسات دولية وحكومات أجنبية لتوضيح حقيقة الأحداث في مصر. احنا معانا على التليفون القس أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجليزية. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذة دينا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يعني هذا البيان اكدتم فيه تواصلكم مع المؤسسات الدولية وحكومات أجنبية لتوضيح حقيقة الأحداث، اي مؤسسات تحديدا واي حكومات تحديدا تواصلتم معها؟ احنا في الحقيقة تواصلنا مع الكنائس اول امس في المانيا، والكنيسه في المانيا عبر مطران العلاقات المسكونيه والدوليه اصدرت بيان، وتم التواصل مع الحكومه الالمانيه ووزاره الخارجيه الالمانيه في محاوله شرح لهذا الموقف. تواصلنا ايضا مع مجلس الكنائس العالمي في جنيف، وهو اهم المؤسسات الكنسيه العالميه الذي بدوره اصدر بيان، ونجهز الان للتواصل مع شركاء لنا في الدنمارك وفي عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف واضح ومحدد. نحن لا نريد سوى الحقيقة. نحن نتعجب مما يحدث من الإعلام الغربي الذي يكيل بمكيالين، ونتعجب أنه لا يعطي صوتا لأحداث تتعلق ب
حرق كنائس وقتل مصريين بشكل عام واعتداء على مؤسسات سواء تنتمي إلى المجتمع المدني أو تنتمي إلى الكنائس، ولا يعطي صوت لهذا. ولكن هل طرحتم هذا السؤال سيد أندريا زكي؟ يعني هل طرحتم عليهم هذا السؤال؟ يعني خطاب الحكومة الألمانية ووقف بعض المساعدات الموجهة لمصر بخصوص المناخ والبيئة وغيرها، وأيضا كثير من الحكومات الأوروبية الأخرى، الدنمارك التي أوقفت بعض من المساعدات، بالإضافة إلى خطاب أوباما، كان هناك تجاهل شديد للاعتداء على المدنيين والضحايا الكثيرين من المدنيين، وتجاهل ايضا لاعتداء على الكنائس، وان كان مثلا في خطاب اوباما يعني مر عليها مرور الكرام. هل لديكم توضيح او هل حصلتم على توضيح؟ احنا طبعا بدانا التواصل الساعات القليله الماضيه، يعني الاحداث كلها في اطار اليومين السابقين، فطبعا من المبكر الان ان انا اقول، لكن احنا بدانا تواصل فعلي. انا شفت الايميلات اللي بدات تتحرك، غدا وبعد غد سنتواصل. انا طلب مني مثلا التلفزيون الالماني انه يصور غدا معي في تمام الساعه 11، فهقوم بالتصوير معاه. بدانا نجهز مجموعه من الرسائل واتصلنا ونتواصل. انا اتوقع خلال الايام القليله القادمه هنرى بعض النتائج المباشره، لانه سواء البيان الذي صدر عن قداسه الباب او المجهودات اللي احنا بنقوم بيها، احنا متوقعين ان شركائنا والكنائس في الغرب ستأخذها موضع الجدية. بنتواصل معهم حاليا، وإحنا بنقول إن ما يحدث نريد الحقيقة، لا نريد سوى الحقيقة. وأعتقد إنه الصوت الذي يأتي من الكنائس أو من المجتمع المدني المصري يكون صوت مهم، لأنه صوت مستقل في الحقيقة ويجب السماع له. فنحن مصرون على هذا التواصل من أجل صالح مصر. بشكرك شكرا جزيلا القس أندريا زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية. لدينا بعض من الأخبار المهمة. تصريح لسيد هشام رامز محافظ البنك المركزي، قال في لجريدة الوطن إن البنوك ستفتح أبوابها للجمهور غدا من 9 صباحا وحتى 12 من ظهر اليوم. وأضاف محافظ البنك المركزي إنه تم تفويض البنوك في اتخاذ قرار أي إغلاق أي من فروعها حسب تقدير الحالة الأمنية، وذلك حرصا على حياة الموظفين والعملاء. بالإضافة لخبر آخر عن 700 فرع لشركات الصرافة في مصر ستفتح أبوابها غدا الأحد، وتوقعات باستقرار سعر الدولار، كان انخفض خلال الفترة الماضية لنحو 6.98 للشراء و7 فاصل 1.1 للبيع. أكد أنه هيكون في استقرار أكبر لسعر الدولار، وأشار إلى أنه شركات الصرف تعتمد على نفسها في تأمين فروعها في ظل انشغال وزارة الداخلية بمحاربة الإرهاب المسلح في شوارع مصر. أيضا هناك بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة بتعلن في رسالة أمنية جديدة إغلاق أبوابها غدا، وأيضا تحذير لمواطنيها المتواجدين على أرض مصر بعدم التواجد في مناطق المحيطة بالمظاهرات أو في المظاهرات والتجمعات حتى وإن كانت سلمية حسب البيان، حيث أنها مرشحة إلى أن تكون أيضا غير سلمية حسب كثير من الأحداث التي كانت في الفترة الماضية. النهاردة طبعا كان في زي ما كانت الصورة طول الوقت مثبتة على أحداث مسجد الفتح ومنطقة رمسيس، وكنا بنتابع أول بأول كل التفاصيل وكل المستجدات وكل الأخبار وإخراج المتواجدين والمعتصمين داخل المسجد بشكل آمن، وتم لهم بالفعل هذا الخروج الآمن. كمان كان في الحقيقة صورة مهمة جدا وفارقة جدا، المؤتمر الصحفي العالمي لمؤسسة الرئاسة الذي تم في مؤسسة الرئاسة، مؤسسة أو مبنى الاتحادية، وطبعا كان
يعني قام بهذا المؤتمر الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية. أكد فيه دكتور حجازي أن ما حدث في 30 يونيو هو تعبير عن رغبة الشعب المصري في التخلص من الفاشية، مؤكدا أن المصريين تخلصوا من تلك الحقبة وما مارسته من تمييز ضد المصريين، وشدد على أنه الدولة مصممة على الانتصار على الإرهاب من خلال الأمن والقانون مع مراعاة حقوق الإنسان. أضاف أيضا دكتور حجازي أن الدولة المصرية تدعم حرية التعبير عن الرأي والاعتصامات بشرط أن تكون سلمية ولا تمارس العنف، وأشار أنه الاعتصامات اللي كانت في منطقة رابعة العدوية والنهضة لم تكن اعتصامات سلمية، وشهدت عدد كبير من أعمال العنف والإرهاب التي استمرت لمدة 45 يوم. أوضح أيضا أن الإدارة المصرية رحبت بجهود الأطراف المحلية والإقليمية والدولية للتفاوض مع القوى المتطرفة في رابعة العدوية والنهضة ليعودوا إلى القوى السياسية وينضموا إلى خارطة المستقبل، وقال دعونا كل الأطراف للتخلي عن العنف وأن تنضم إلى المواطنة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد. أكد أيضا أنه المصريين الآن هم أكثر توحدا مما كانوا عليه من قبل، وأنهم توحدوا ضد الأطراف التي تمارس العنف وضد قوى الظلام، وأن الحديث عن أي انقسام في الشارع المصري هو غير صحيح على الإطلاق. فالشعب المصري يريد إنشاء مجتمع وحياة سياسية حرة، والجميع مشترك في طموحات ووجهات نظر واحدة، وأكد أنه الدولة مصممة على الانتصار على الإرهاب من خلال الأمن والقانون ومع مراعاة حقوق الإنسان. أكد أنه لا يوجد أي خلاف سياسي ولا نزاع سياسي، ولكن يوجد حرب ضد الإرهاب وحرب تشن من قبل قوى متطرفة وقوى ظلامية تتطور يوما بعد يوم لتمارس نوعا من الإرهاب. ومن ينظر في قلب القاهرة وسيناء والسبل المستخدمة لإثارة الرعب والإرهاب توضح هذه الحقيقة بشكل واضح. أكد أيضا أنه الدولة بتحارب الإرهاب والعنف، وأن ما يحدث في الشوارع لا يمكن توصيفه بأنه خلاف سياسي، وأنه يجب التمييز بين النزاع السياسي وبين الإرهاب والحث على العنف وحرق المدن والكنائس والمنشآت والمتاحف كما حدث في المنيا وبني سويف والفيوم ورمسيس. أضاف أن الدولة تتعهد للشعب أن تقوم بالالتزامات التي طالبوا بها في 30 يونيو الماضي، وأن الشعب خرج لإعطاء تفويض للإدارة لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأكد أن الدولة مستمرة في إنشاء هذا المسار الديمقراطي. أكد دكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية، مصر لن تسمح بالإرهاب وستواجه التطرف من خلال الإجراءات الأمنية وسيادة القانون، وأكد على أنه لدينا في مصر الإطار المناسب لحقوق الإنسان، وشدد على أن مصر ليست دولة ضعيفة أو دولة فضائية. هو اتكلم على ساتلايت ستيت، والحقيقة ساتلايت ستيت ممكن ترجمتها من خلال أن هي دولة فضائية أو من خلال أن هي دولة تابعة دولة فضائية، بحيث أنه موجودة كلمة ساتلايت وكل لبيب بالإشارات يفهموا، أو دولة تابعة أنها تدور في فلك دولة أكبر تحدد لها مسارها وتحدد لها قراراتها. أكد أن المصريون يعرفون اليوم من خذلهم ومن يقف بجانبهم، من يعطي غطاء ماليا أو أخلاقيا لمن يمارس العنف، ويميزون موقفهم من الحلفاء والأصدقاء. أكد على أن المرحلة الحالية ليست فقط مرحلة انتقال، ولكنها مرحلة تأسيس، مرحلة مؤسسة لدولتنا المصرية الجديدة القائمة على العدل، وهذا ما سنعمل عليه حسب ما قاله دكتور مصطفى حجازي. أشار أيضا إلى أنه يعني المصريين يراقبون ردود الفعل المختلفة، سواء التي جاءت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو جاءت من قبل طالبان. احنا معانا على التليفون مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة سيادة السفير معتز أحمدين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيادة السفير. طيب انقطع الاتصال مع سيادة السفير. سيادة السفير معتز أحمدين مساء الخير. أنا سمعك. مساء الخير. أنا سمعك. مساء الخير يا فندم.
في البداية يعني كيف ترى تأثير هذا المؤتمر الصحفي العالمي اللي أجرته وأقامته مؤسسة الرئاسة اليوم وتأثيره على الخارج؟ حمل الكثير من الحقائق والكثير من المعلومات ورد أيضا على الكثير من الأسئلة، كيف تقيموه وكيف ترون أثره؟ المؤتمر الصحفي الذي أقامه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية كان مؤتمرا مهما، جمع وكالات الأنباء العالمية وممثلي الصحافة العالمية إلى جانب ممثلي الإعلام المصري، وبالطبع نقلته الفضائيات والقنوات، وبالتأكيد هو يشرح موقف الحكومة المصرية وموقف مصر، وبالتأكيد سيؤخذ في الاعتبار من قبل الحكومات ووسائل الإعلام الأخرى. هل صدر أي رد فعل حتى اللحظة يا فندم؟ يعني أنا تابعت على القنوات المختلفة، كان هناك نقل مباشر لبعض مما تضمنه هذا المؤتمر الصحفي، وسنرى في الأيام القادمة مدى تأثيره على مواقف الحكومات الأخرى، لكن بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية والاتصالات الإعلامية هناك اتصالات تدور على المستوى السياسي على مستوى العواصم المختلفة، هناك تكليفات محددة تصلنا يوميا من وزارة الخارجية ليس إلى بعثة مصر في الأمم المتحدة وحدها، بل إلى جميع بعثات مصر الدبلوماسية في مختلف دول العالم، تتضمن أولا بأول مواقف الحكومة المصرية، تصريحات وزير الخارجية، تصريحات المتحدثين سواء باسم الرئاسة أو رئاسة الوزراء، ويتم استخدام هذه المواد بصورة منتظمة ومتواصلة للتواصل مع كبار مسؤولي الدول والمنظمات التي نعمل بها. بالتأكيد احنا حابين ان احنا نتعرف على اهم المسؤولين وممثلي الدول اللي تم التواصل معهم بالفعل، ولكن اسمح لي اشير سيادة السفير الصورة اللي حضراتكم شايفينها من محيط مسجد الفتح ده الان، يعني في هذه اللحظة هذا على الهواء مباشرة من امام مسجد الفتح. طيب نعود مرة اخرى سيادة السفير، واهم ممثلي الدول الذي تم التواصل معهم، يعني هل تم التواصل في البداية مع ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؟ بالتأكيد منذ يوم الأربعاء قبل طلب الجلسة، منذ فض الاعتصام وقبل ذلك بالتأكيد، يعني خلال الشهر الماضي وقبل يتم التواصل بشكل يومي مع الأعضاء. التواصل كان بيشمل إيه؟ يعني هل كان بيشمل معلومات، حقائق، صور، مشاهد مصورة، توضيح للأحداث؟ يتم عرض الموقف في مصر، يتم إبلاغهم برسائل محددة على رأسها أننا نرى أن الموقف في مصر شأن داخلي لا يهدد السلم والأمن الدوليين، وأن لدينا حساسية مفرطة تجاه تناوله في أي من أجهزة الأمم المتحدة الرسمية وبصفة خاصة بالتأكيد مجلس الأمن. وعلى الرغم من ذلك يعني كانت هناك الاستجابة السريعة لمطلب تركيا بعقد جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأمن الوضع المصري، وتمت بالفعل يا فندم بفجر يوم الجمعة بتوقيتنا في مصر، وخرجت بمطالبة الجميع بضبط النفس وعدم اللجوء للعنف، ولم تحمل أي إدانة لأي طرف من الأطراف. البعض رأى أنه هناك تقصير من الدبلوماسية المصرية وتحديدا بعثة مصر في الأمم المتحدة، البعض الآخر رأى أنه كان هناك احتواء من البعثة المصرية في الأمم المتحدة يعني هذا الأمر العاجل الذي فوجئ به الجميع، ومن ثم خرج البيان النهائي بشكل أخف مما هو متوقع. أولا هذه الجلسة التي عقدت لم تعقد بناء على طلب تركي. رئيس وزراء تركيا أطلق تصريحات صحفية حول دعوته في أن يتم تنويع مضاف مجلس الأمن، لكن ليس من حق تركيا أن تدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة مشاورات غير رسمية. من يحق له الدعوة إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة حول أي موضوع في العالم هو الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ما تم هو أن قامت فرنسا تقدمت بطلب عقد اجتماع طارئ للمشاورات بين أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في مصر بعد فض الاعتصامات بالقوة يوم
الأربعاء الماضي، وللأسف يعني كلنا نأسف للخسائر في الأرواح. هذا ما دفع فرنسا لتنسيق طبعا مع دول أخرى، إذ أيدتها المملكة المتحدة وأستراليا من أعضاء مجلس. طيب يعني احنا قرأنا انه فرنسا وبريطانيا وبعض من الدول الاوروبية، ولكن اين كان التواصل المصري؟ اين كان دوركم سيادة السفير لتوضيح الحقائق، لمدهم بالمعلومات عن تفاصيل هذه الاعتصامات التي وصفتها مؤسسة الرئاسة النهاردة ان هي كانت اعتصامات ارهابية تميل الى العنف، عايشناها ورأيناها على مدار 45 يوم منذ مساء الاربعاء. ثم نتواصل مع بعثات هذه الدول يوم الاثنين قبل الاعتصام من الاصل. كانت هناك مقابله مطوله مع مندوبه الولايات المتحده الدائمه، وتم ابلاغها بهذا الموقف، وتم ابلاغها بحساسيتنا، وقالت انها ستتفهم وبلادها تتفهم ان الوضع في مصر لا يهدد السلم والامن الدولي، وانه لا يستدعي تناوله في مجلس الامن في المرحله الحاليه. لكن مع تطورات احداث الاربعاء والخسائر الكبيره في الارواح، كما تعلمين اصدرت فرنسا بدات تصريحات، ثم استدعي سفراؤنا في عدد من الدول الأوروبية وعلى مستويات عالية، ثم أصدرت الولايات المتحدة تصريحاتها على المستوى السياسي، ثم أبلغت قبل أن يتم تقديم الطلب بأن فرنسا والمملكة المتحدة مساندة من المملكة المتحدة وأستراليا وتطلب عقد جلسة المتواجدة الرسمية. أريد أن أصحح لك ما ذكرت من قبل، لا يستطيع رئيس مجلس الأمن أن يمنع عقد اي جلسه مشاورات غير رسميه للمجلس، لا تصريح لا رئيس مجلس الامن ولا اي دوله. عندما تطلب دوله عضو في مجلس الامن عقد جلسه مشاورات، على مجلس الامن ان يستجيب، لانها مشاورات بين اعضاء المجلس. تم التواصل قبل هذا الطلب، اسمحي لي ان اكمل، قبل هذا الطلب كما ذكرت لك طوال الشهر الماضي وطوال اليومين السابقين على يوم الاربعاء ويوم الاربعاء نفسه، عندما تم طلب عقد هذه الجلسه وتأكد أنها ستنعقد مساء نفس اليوم، اتضح أن نائب سكرتير العام الأمم المتحدة السيد يان إليسون هو الذي سيقدم إحاطة سكرتيرية الأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن. قمت بمقابلته قبل تقديم الإحاطة، عرضت عليه الموقف، عرضت عليه أنه بعد صد الاعتصام حدثت أعمال عنف مسلح ممنهج تعكس عن اتجاه للتصرف العنيف، وهو تصنيف معروف. طيب سيادة السفير، يعني هل ترون ان انتم نجحتم بشكل او باخر في ايصال الصورة الحقيقية للاوضاع في مصر حتى اللحظة؟ تم ابلاغ الصورة، واعتقد اننا ننقل الصورة. يعني هل تمتلكون معلومات كافية؟ هل تمتلكون صور؟ هل تمتلكون بعض من المشاهد المصورة؟ نمتلك صور ونمتلك بيانات ونمتلك نقاط حديث بالعربية وبالإنجليزية وجميع شاشات العالم. طب لماذا لا يتم مد وسائل الإعلام الأجنبية بها يا فندم؟ يتم مد وسائل الإعلام الأجنبية بجميع هذه المشاهد، وترينها تنقل على وسائل الإعلام الأجنبية. طيب هل هناك تنسيق مع ممثلي الدول العربية، خاصة الدول العربية التي أبدت دعما للموقف المصري؟ بالتأكيد هذا سؤال مهم. في البداية ممثل الدول العربية في مجلس الأمن هو المغرب، تم التنسيق الكامل مع مندوب المغرب قبل عقد الجلسة وأثناء عقد الجلسة وبعدها، بالإضافة إلى مندوب المغرب عدد كبير من الدول العربية تم التنسيق معها، الدول التي طبعا تعلم منها المملكة السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن الأردن مندوبها الدائم ليس هنا، لكن جاري تنسيق على مستوى أقل من مستوى المندوب الدائم. سؤال أخير اسمح لي سيادة الوزير، سيادة السفير، يعني بعض من الهجوم على شاشات بعض من الفضائيات نال شخص حضرتك، وكان هناك يعني اتهام ليك أو وصف بشكل أو بآخر بأنك تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين فكرا، وأنه تم تعيينك خلال هذه الفترة، ما ردكم؟ أشكرك على هذا السؤال، وأنا كنت تحركت من إدارته من جانبي. أنا لا أنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولا أنتمي لأي حزب سياسي. أنا انضميت لوزارة الخارجية سنة 86، يتم عقد تحريات أمنية ونفسية على جميع أعضاء الوزارة قبل الانضمام إليها وأثناء الترقية وقبل الحصول على درجة سفير، وهناك مجلس للصلاحية يرى مدى ويقدر مدى صلاحية السفراء
بتمثيل مصر بالكامل. اذا حضرتك بتنفي تماما هذه المعلومات؟ بالتاكيد، لكن اسمح لي ان اؤمن طالما فتحت الموضوع. وباختصار ارجوك سياده السفير، باختصار شديد، تم تعييني في فبراير 2012 مندوبا دائما لمصر قبل الانتخابات، قبل انتخابات مجلس الشورى، وربما عند صدور نتائج انتخابات مجلس الشعب. بالامس سالني الاستاذ الفاضل ضياء رشوان من على من قناه اوربت عما اذا كان هناك تدخل لسعد الكساتني او للسيده تدعى زينب الغزالي لانها قريبه لزوجتي في تعييني في هذا المنصب. انا لست متزوجا، انا مطلق منذ عام 2001 ولا اعرف السيد الدكتور سعد الكساتني، اعرفه من التلفزيون فقط لا اعرفه شخصيا. تمام. واعتقد ان هذه معلومات مغرضه لا اعرف من يصدقها وما سبب ذلك. نشكرك شكرا جزيلا على توضيح الصوره سياده السفير معتز احمدين مندوب مصر الدائم بمنظمه الامم المتحده. الصوره اللي معانا على الهواء دلوقتي من امام مسجد الفتح في منطقه رمسيس، اهالي رمسيس، اهالي مصر، الناس اولاد البلد الجدعان بيقوموا بنفسهم بتنظيف المسجد بعد كل ما شهدوا من اقتحام وممارسه لاعمال العنف وتحطيم للاسف الشديد لمحتويات المسجد. هم دول المصريين، هم دول المصريين اللي بيحافظوا على دور العبادة، اللي بيحافظوا على مساجدهم وكنايسهم ومنشآتهم العامة والخاصة، مش اللي بيخربوها ومش اللي بيستدعوا القوات الأجنبية علشان تدخل والقوات الدولية علشان تدخل وعلشان تحميهم. هم دول المصريين، المصريين الأصلة، ولاد البلد، المصريين الحقيقيين، المصريين اللي بتهمهم بلدهم مصر في المستوى الأول وفي المقام الأول، سواء كان مسلم سواء كان مسيحي، بيشوف اللي بيشوفوا وبيتحمل اللي بيتحملوا على أرض مصر، عمره ما بيطلب أي مساعدة من الخارج أو أي من الاستدعاءات زي ما عايشناها للأسف شديد على مدار الشهر اللي فات من قادة جماعة الإخوان المسلمين اللي بيطالبوا القوات الدولية أن هي تدخل وتحافظ على حياة قيادات الجماعة وأعضاء الجماعة، أو من خلال فتاة كانت موجودة النهاردة وعملت مداخلة على إحدى القنوات وكانت بتطالب بتدخل دولي وعالمي لحماية وقالت ان هم بيتعرضوا لمجزره وما الى ذلك. طبعا كان في بعض من الاخبار غير الحقيقيه على انه هذه الفتاه هي الصحفيه شيماء عادل الصحفيه في جريده الوطن، والحقيقه شيماء تحملت هجوم من الجانبين، البعض شاف من معارضي الرئيس المعزول وجماعه الاخوان المسلمين شافوا ان هي جاسوسه وانه هي لانها خطفت او احتجزت في السودان وارجعها المعزول على نفس طائرته، وبالتالي هي بتدين له بهذا الفضل وبالتالي بتقوم باستدعاء القوات الدولية على مصر، وآخرين شايفين أنه هي كانت مندسة جواهم علشان تاخد معلومات أكتر لجريدة الوطن. شيماء عادل أكدت أن هي لم تكن هناك على الإطلاق، لم تكن بداخل مسجد الفتح على الإطلاق. احنا حاولنا الحقيقة أن احنا نتكلمها علشان نفهم منها أكتر ونعرف منها أكتر، كل المعلومات دي أخذناها من حوار معاها في جريدة الوطن، ولكن الحقيقة يعني أغلقت تليفونها، ويمكن يعني علشان ما يكونش في مزيد من إزعاج طالها خلال اليوم. خلونا نروح لإسكندرية وزميلتنا نسرين فؤاد علشان نتعرف على الأحوال هناك. مساء الخير يا نسرين، إيه الأخبار عندك؟ مساء الخير أستاذة دينا. الإسكندرية اليوم سادتها حالة من الهجوم التام، غدات اشتباكات عنيفة اندلعت بالأمس في أماكن متفرقة بالإسكندرية، خصوصا منطقتي الإبراهيمية وسموحة القريبة جدا من مديرية أمن الإسكندرية. هذه الاشتباكات كانت قد اندلعت بين أنصار جماعة إخوان المسلمين الذين كانوا في مسيرات يعني في منطقة الإبراهيمية، وبين أهالي هذه المنطقة والتي تدخل على إثرها قوات الجيش والشرطة. بالطبع أسفرت عن مقتل يعني 31 شخص من أهالي الإسكندرية، 86 أيضا، ولم تقع أي حالة من حالات وفاة في الأمن ما عدا حالتي إصابة لفردي شرطة أثناء قيامهما بالدفاع عن قسم شرطة السجن. أنا بشكرك شكرا جزيلا نسري، هنرجع لك مرة تانية علشان نتعرف على المزيد من التفاصيل عن الأوضاع في إسكندرية. ومعانا وينضم إلينا على التليفون السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق. مساء الخير يا فندم.
اهلا، ازيك يا دينا؟ اهلا وسهلا. سيد عمرو موسى، يعني كانت هناك الكثير من التحركات اليوم، يعني بيانات كثيرة متوجهة للخارج لتوضيح الوضع الحقيقي في مصر، وكان هناك ايضا مؤتمر صحفي عالمي اجراه السيد الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية. كيف ترى اثر وواقع هذا المؤتمر وهذا التوضيح لكثير من المعلومات على الرأي العام الخارجي ومواقف الحكومات الغربية؟ أنا رأيي أن المؤتمر اللي عمله الدكتور حجازي كان مؤتمرا ناجحا ومطلوبا، وأرى أنه يكون مستمر، يعني أنه يوميا يكون مثل هذه المؤتمرات تعقد لتوضيح الصورة ونقل الأحداث اللي بتحصل للمراسلين أجانب بدل استماعهم كأخطاء غير مدروسة وغير دقيقة. مثل هذا المؤتمر مسألة ضرورية، وتعقيد الرئاسة وتعقيد وزارة الخارجية وتعقيد وزارة الداخلية وتعقيد كل وتعقيد وزارة الصحة، مسائل دي مسائل مهمة جدا لطرح الحقائق على العالم. وأنا بعتقد الصورة المغلوطة اللي فيها لغط كبير جدا في الخارج جزء منه طبعا سياسي، إنما جزء منه إعلامي. أكيد. والإعلام المصري لحد دلوقتي ما كانش على الإعلام المصري موجه للخارج. لم يكن على المستوى المطلوب، وده بيأثر في مواقف عدد كبير من الدول، لأنه بيأثر على مواقف الرأي العام. والرأي العام في بالذات في المجتمع الغربي ذو تأثير على الحكومات. أكيد. وعلى سياساتها. يعني إذا نحتاج قنوات إعلامية موجهة بلغات مختلفة للرأي العام العالمي لكي يتم توضيح الصورة بشكل أفضل، ألا نظل نخاطب نفسنا. أيضا أن الأجهزة المصرية يجب أن تنشط. أكيد. القائمة، الأجهزة المصرية القائمة يجب أن تنشط. طب كيف تقيم يعني المجهودات او الانشطه او الخطوات اللي بتقوم بها وزاره الخارجيه الان والدبلوماسيين المصريين؟ يعني منذ قليل كان لدينا اتصال مع السفير معتز احمدين سفيرنا الدائم بالامم المتحده، ويؤكد انه هناك القيام بالكثير من الخطوات وانه كل شيء على ما يرام. كيف تقيم هذا الدور الدبلوماسي المصري؟ انا عارف من اتصالات كثيره ان هناك نشاط دبلوماسي متصاعد، وانه السفراء عندهم تعليمات بشرح هذه الامور، وان ارسلت اليهم معلومات مهمه وفيديوهات وخلافه. طبعا احنا فقدنا وقت وعلينا ان احنا نعوضه ونضاعف هذا النشاط، انما في نشاط في السفارات كبير جدا. ارجو ان الاستعلامات ايضا تبقى انشط مما هي عليه، لانه مجهود جهه واحده مش كفايه. يعني مجهود الرئاسه ووزاره الخارجيه ووزاره الاعلام والاستعلامات والقنوات والاعلاميين، كل ده مساله مهمه، ويوجه مش بس الى المجتمعات الغربيه انما ايضا الى العالم العربي والى افريقيا. افريقيا حصل ايه؟ حصل ان مجلس السلم والامن الافريقي علق او اوقف عضويه مصر. صحيح. انشطه مصر في المنظمه في الاتحاد الافريقي. دي مساله تتطلب جهد مننا ايضا. ولكن سيد عمرو موسى، هناك الكثير ايضا من المطالبات والانتظار والتوقع لدور مهم تقوم به حضرتك شخصيا بما لك من ثقل دولي وخبره دبلوماسيه طويله. وعلى اتصال بكثيرين ومسافر وحسافر، لانه مدعو في مؤتمرات كثيره ولقاء مسؤولين كثيرين. انما زي ما بقول لك انا طبعا هقوم بهذا، ضروري اقوم بده، انما مش بس انا، الكل والمؤسسات والشخصيات، وبصرف النظر عن اي من كمواطنين، احنا كمواطنين يجب ان نقوم بذلك ضروري. سيد عمرو موسى، هل من الممكن ان تقبل مثلا يعني منصب نائب الرئيس للشؤون الدوليه؟ هقول لك حاجه يا دين، المنصب بتاع نائب الرئيس للشؤون الدوليه ده منصب ادخل على هيكل الحكومه، مش منصب من المناصب الدائمه في الهيكليه الحكوميه المصريه. يعني وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير كذا، لما يبقى مش موجود لابد من تعيين واحد مطرح. أما منصب أدخل مش شرط أبدا إن يعني يجب حد تاني يجي فيه. إنما أنا بتكلم عن مسألة، مش مسألة منصب، مسألة تكليف المواطن بنفسه. يعلم إن المواطن عنده قدرات معينة، اتصالات معينة، يقدر ويجب عليه، إلزام عليه إنه يعني يخدم البلد بانه يضاعف من نشاطه في هذا القطاع كمواطنين. كيف تقيم، كيف ترى استقاله دكتور البلاذعي من منصبه كمستشار للرئيس لشؤون الدوليه في هذه اللحظه الفارقه؟
عايز اكمل الجزء الاول انه مش بس الاشخاص او الشخصيات انما ايضا المؤسسات، وعايز الفت النظر الى اهميه المنظمات المجتمع المدني المصري. في منظمات المجتمع المصري تكمل بالتأكيد تقوم به المؤسسات الحكومية. ولكن بالتأكيد لما بتكون تحت إدارة شخصية دبلوماسية عريقة لها ثقل كبير بتكون أكثر تنظيما يا فندم. طبعا تكون أكثر تنظيما، أكثر تنسيقا وتنسيقا طبعا. بتحسي إن هنا في نقص في الحتة دي، في المنطقة دي، في القارة دي، في المنظمة دي وهكذا. طيب طب اسمح لي سيد عمرو موسى، علشان الحقيقة وقتنا فاضل لنا دقيقة وبعد كده هيكون في الأذان، اسمح لي دلوقتي وننظر إلى الأمام. طيب سيد عمرو موسى، يعني كيف تقيم وكيف ترى استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصبه؟ أنا بقول لك دلوقتي إحنا عندنا مسائل أهم من هذا بكثير. طيب هو استقال. إذن طيب لدينا خبر، اسمح لي سيد عمرو موسى، لدينا خبر حزب المؤتمر يتقدم بطلب رسمي لاستبعاد البرادعي من جبهة الإنقاذ، ولدينا يعني نص الخطاب الموجه من رئيس الحزب السفير محمد العرابي للدكتور أحمد سعيد أمين عام جبهة الإنقاذ. هذه المطالبات موجودة أمام جبهة الإنقاذ فعلا. لما انت عارفة ان انا لم اصبح رئيسا للمؤتمر، ودي مسألة فيما اعلم اخذها المكتب السياسي في الحزب. هل تتفق معها ام تختلف؟ عرفت بهذا، ولابد الموضوع ده يناقش ويناقش جديا داخل جبهة الانقاذ اللي هتجتمع بعد يومين. ماذا عنك شخصيا سيد عمرو موسى، تتفق ام تختلف؟ لا خلاص، هو انتهى دوره في جبهة الانقاذ. انتهى دوره. يعني لا بيصبح في عضوية لجنة الانقاذ. وزي ما كان بيقول لي من شويه الدكتور احمد سعيد الامين العام للجبهه، انه حتى الاتصالات انقطعت فيه من وقت ما تولى منصبه فبعد عن جبهه الانقاذ. بشكرك شكرا جزيلا سيد عمرو موسى امين عام جامعه الدول العربيه الاسبق والمرشح الرئاسي السابق، شكرا جزيلا سيد عمرو موسى. مشاهدينا هنخرج لفاصل ومن بعده نواصل التعرف على اهم الاخبار والمستجدات على ارض مصر.